أول خبر معانا النهاردة، الأهلي بيقابل أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير 2023 في افتتاح أول مباراة كأس العالم للأندية نسخة 2022، وده بعد ما تلقى الأهلي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بيفيد بمشاركة فريق الكرة في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 1 ل 11 فبراير المقبل، وبيشارك مع الأهلي أوكلاند سيتي وريال مدريد والوداد البيضاوي والهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية.